السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن هذه الأيام أيام مباركة، أيام مباركة، ويستحب فيها الدعاء، وفي العشر الأوائل من ذي الحجة، والأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة الصيام. يجب على المسلم أن يصوم 9 ذي الحجة، 9 ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في أيام العشر، والصيام من أفضل الأعمال، وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي، قال الله: كل عمل بني آدم له، كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. أول 2 من الشهر وخميسين أخرجه النسائي. من الأعمال المستحبة في هذه العشرة أيام الإكثار من التهليل والتكبير وحمد الله والتحميد. فيجب إن إحنا نكبر لله: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر، والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله إظهارا للعبادة وإعلانا بتعظيم الله تعالى. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أداء الحج والعمرة من أفضل الأعمال ما يعمل في هذه العشرة. حج بيت الله الحرام، فمن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب إن شاء الله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من الأعمال المستحبة في هذه العشر الأضحية، وفيها تقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي واستثمارها واستحسانها وبذل المال في سبيل الله تعالى. فيجب أن ننتهز هذه الفرصة قبل أن يندم على باغتنام تلك الأيام الفاضلة، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، وقبل أن يسأل الرجعة فلا يجاب إلى ما سئل. ويجب الإكثار من التكبير في هذه الأوقات، هو من السنن، والتكبير في هذه الأيام من السنن المأجورة، فلا تسمعه إلا في أوقات قليلة، فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكير الغافلين. وقد ثبت أن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما،
والمراد أن الناس يتذكرون التكبير فيكبر كل واحد بمفرده، وليس المراد التكبير الجماعي بصوت واحد، فإن هذا غير مشروع. واجب إحياء السنن المندثرة، لأن فيها ثواب كبير، فيها ثواب كبير، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أخرجه الترمذي. ومن فضل العشر من ذي الحجة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الدرامي. وهذه النصوص تدل على أفضلية هذه الأيام العشر من سائر أيام السنة، حتى العشر الأواخر من رمضان. ولكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ربنا يتقبل منا الأعمال الصالحة، يتقبل منا جميع الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم للتقرب إلى الله، حتى تعم البركة ويعم الخير في جميع أنحاء البلاد، وتعم ويعم الخير والرخاء، ويبعد الشر عن بلادنا، ويحصلوا على النصر في حياتهم. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.